أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا الموجز. لليوم الثاني والأخير تستمر فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته 15، حيث تستكمل الجلسات اليوم بصحبة نخبة من الإعلاميين والكتاب ضيوف هذه الدورة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهواء زميلة فاطمة الكندري المتواجدة الآن في فندق ريجنسي، حيث تقام فعاليات الملتقى وتطلعنا على أهم الجلسات اليوم وهذه المحاورة مع ضيفك العزيز. فاطمة، أهلا بك يا بسام. فاطمة تسمعيني بشكل واضح؟ حدثينا عن أهم جلسات اليوم. اليوم هو اليوم الثاني والأخير كما ذكرت للملتقى الإعلامي العربي، والذي حمل شعار قمة إعلامية عربية تحت سماء الكويت. هذا الملتقى احتوى على العديد من الجلسات الحوارية، وفي هذا اليوم تمت أول جلسة حوارية في تمام الساعة 10، وحملت عنوان الثقة في الإعلام ومصادر المعلومات. وفي الساعة 11:30 عقدت جلسة حوارية ثانية حملت عنوان قوة التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مستمرة حتى الوقت، ومن المرتقب أن تجرى 4 جلسات حوارية أخرى. يقام على هامش هذا الملتقى معرض تكنولوجيا الاتصال ووسائل المعلومات، كما تقام ورش تدريبية. ومن الجدير بالذكر أنه تم تكريم إمارة الشارقة في هذا الملتقى كضيف شرف. وهنا نستضيف على هامش هذا الملتقى الدكتور ضياء خريسات، رئيس تحرير صحيفة الحياة الأردنية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك، كل الاحترام والتقدير وشكرا لكم على هذه الاستضافة الرائعة جدا وعلى هذا المؤتمر القيم المتميز والمميز، وهذا ليس بعيد عن دولة الكويت الشقيقة. دائما أبدا تستضيف مؤتمرات كثير رائعة جدا، لها نظرات مستقبلية، لها واقع بصراحة يعني مستفيد منها دائما، وكل الشكر والتقدير لكل تلفزيون الكويت. شكر موصول لك دكتور. دعني أسألك دكتور، كيف ترى مستقبل الإعلام العربي في ظل هذه التحديات الراهنة؟ الإعلام العربي يعني خطى خطوات واسعة وما زال يخطو، ولكن التحديات المستقبلية اللي نعيشها الآن في دول الشرق الأوسط، والتحديات ما بين وبين دول أخرى شقيقة وصديقة، تؤثر تأثيرا سلبيا على بعض الأمور، حيث أن بعض يعني النشرات الإخبارية في محطات التلفزة المتنوعة في الدول العربية بصراحة تتصارع وتتسابق إلى وصول إلى سبق صحفي، أحيانا يكون هذا السبق غير مجدي ويؤدي إلى ما يحمد عقباه، ويؤدي إلى تحديات كبيرة وإلى نزاعات بين الأطراف. ولكن تدخل الإعلام الغربي في الإعلام العربي بشكل يعني ملحوظ يؤدي إلى زعزعة هذا الإعلام، و يعني بدل ما يتقدم أول بأول قاعد يرجع لورا. للأسف الشديد محطات التلفزة الرسمية يعني لها وضع خاص في دولها، ولكن ما عاد زي الأول. الآن المحطات الأخرى الخاصة إلها دعم خاص وإلها وضع خاص، حتى مستوى النشرات الإخبارية ومقدمي الأخبار والبرامج كلها في لها دعم معين، فبتخطي قاعدة خطوات كويسة، ولكن للأسف الشديد أصبحت بعيدة كل البعد عن الواقع اللي إحنا بننظر إليه، لواقع التحديات وكيف نواجهها وكيف نتطلع إلى أمر من الممكن أن نجاب من خلاله أي تحديات تخترق هذا الإعلام العربي. نعم دكتور، شكرا جزيلا لك دكتور ضياء خريسات، رئيس تحرير صحيفة الحياة الأردنية، وأهلا بك في بلدك الكويت. كل الاحترام لك وشكرا لك وشكرا على هذه الاستضافة الرائعة، وتشرفنا بكم مرة أخرى. شرف لنا. ننوه بسام إلى أن قطاع الأخبار والبرامج السياسية متواجد هنا في المعرض المقام على هامش الملتقى، وقد تم إعداد استوديو إخباري مصغر
يشابه استوديو الأخبار الموجود فعلا في وزارة الإعلام، وذلك لدعم المتدربين والطلبة ومحبين الإعلام من خلال خوضهم تجربة التقديم الإخباري ومساعدتهم في هذه التجربة. ننوه كذلك إلى أن الدعوة لهذا الملتقى عامة لكل محبين والمهتمين في الجوانب الإعلامية وراغبين في معرفة الجديد. والآن عودة لك بسام. فاطمة الكندري، شكرا لك ولجميع الفريق العامل معك في الملتقى الإعلامي العربي. شكرا جزيلا فاطمة.